يعد النازحون العراقيون الأيام والليالي الطوال المثقلة بالهموم على أمل العودة إلى ديارهم التي تركوها بسبب الحرب، غير أنهم أصبحوا يعدون السنوات الواحدة تلو الأخرى، لكن الضوء الذي يترقبونه في نهاية النفق الطويل لم يلح منه بصيص حتى الآن. النازحون في مخيم آشتي بمنطقة عربت التابعة لمحافظة السليمانية في كردستان العراق فضلوا البقاء في المخيم على العودة إلى مناطقهم، معتبرين أن الوقت غير مناسب لعودتهم بسبب فقدان الأمن والظروف المعيشية القاسية هناك في المناطق المستعادة من قبل الحكومة، ما يصعب العودة إليها. إن شاء الله نرجع إن شاء الله، موضوع العودة نعود على السنة الجديدة إن شاء الله، بس الموضوع يحتاج إلى فرص عمل ويحتاج إلى خدمات قليلة هناك، وعلى سنة جديدة إن شاء الله نعود عسى نحضر أنفسنا للعودة إن شاء الله على سنة جديدة. غير أن المشكلة الأكبر التي تعرقل عودة النازحين هي منازلهم المدمرة، إذ لم تقدم الحكومة لهم تعويضات تمكنهم من إعادة بنائها، وهو ما يجعلهم يفضلون البقاء في المخيمات على العودة ونصب مخيمات أخرى في مناطقهم التي تهلكها الانهيارات الأمنية والاقتصادية المستمرة. بيت ما عندنا سلال، احنا وين نقعد؟ هم ناخذ الخيمة ويانا نقعد بيها؟ الله يريد بيتنا ما هموت وما عندنا نسوي. والله العادة هناك ردوا ويقولون هناك الما عنده راتب والما عنده سيارة ما يعيش، يقول كله مشترى هناك وشغل ماكو هناك، وإحنا هناك ردينا كل شيء ما نستفاد هناك. النازحون قالوا إنه إذا استتب الأمن وتوفرت الخدمات في مناطقهم فسيعودون إليها حتما، وهو الملف الذي لم تعالجه الحكومة ومؤسساتها منذ عام 2014 وحتى الآن. إذا توفرت الأمان والخدمات وهاي نرجع، هسه لاكو خدمات، لا هذا بعد عندنا أراضي ما مفتوحة، إحنا بالمحرم من تفتح وتصير كلها أمان والخدمات والهاي نرجع. ويبقى الأمل الشيء الوحيد الذي يسلي النازحين في مخيماتهم لعل حلا لمشكلتهم المتواصلة منذ سنوات يلوح في أفق قريب.